يقول بعض الناس إن تسمية الولد باسم عزيز أو كريم أو سيد تعد هذه التسمية حراما لأن هذه من أسماء الله تعالى، فما صحة هذا القول؟ جاء في تفسير القرطبي عند شرح قوله تعالى عن يحيى وسيدا، جاء أن في ذلك دلالة على جواز تسمية الإنسان سيد، كما يجوز أن يسمى عزيزا أو كريما، وذكر عدم حرمة قولنا سيدنا محمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني قريظة في استقبال سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم، وقال عن الحسن كما رواه البخاري ومسلم إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وكره العلماء التسمية بهذه الأسماء عزيز وكريم وسيد إذا كانت معرفة بأل، مثل العزيز والكريم والسيد، أما بغير التعريف فلا مانع، والله أعلم.